رجعنا مشاهدينا لإكمال حلقتنا من برنامجكم بيت للكل. حقيقة وإحنا مقبلين على الشهر الفضيل، كثير من التفصيلات المهمة اللي تهم المواطن العربي والعالمي حقيقة هي الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار. بالنسبة إحنا كبلدان عربية نشاهد ارتفاع الأسعار بشكل غير محدود، يعني حتى ماكو نسبة وتناسب بين مدخولات البلدان. بالنسبة للبلدان المصدرة للبترول ارتفاع نسب تصديرها للبترول، لكن في المقابل نشاهد ارتفاع الأسعار والمواطن العربي يصعب عليه اشتراء بعض المواد الغذائية اللي موجودة ويحتاجها في سفرة رمضان. انضمت لنا في بيت الكل الدكتورة رانيا الجندي، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، وأيضا عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء. حقيقة راح تحدث بأدق التفاصيل لإيجاد بعض الحلول للمواطن العربي. حياك الله دكتورة ومساء الخير ونورتنا. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة، أزمة اقتصادية عالمية تمر في كل بلدان العالم، لكن اليوم المواطن لا يعرف ما هي الحلول المناسبة للتخلص من غلاء الأسعار. الحلول بسيطة جدا، تشييد الاستهلاك، دي أهم الحلول، إن أنا أقدر إن أنا أشوف احتياجاتي إيه وألبي احتياجاتي، بس ما ألبيش أزيد منها، لأني أنا لما في حالة إني بلبي أزيد من احتياجاتي وما برشتش إنفاقي، أنا بعمل الأزمة دي، أنا بساعد في الأزمة، أنا بطلب زيادة الطلبات على المنتجات في وقت معين بتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لأن المنتجات اللي موجودة أقل من الطلبات اللي عليها، يبقى هنا المعروض أقل بكتير من المطلوب، بالتالي بترتفع الأسعار. وهنا طبعا في آليات كتيرة بتكمن إن إحنا إزاي إن إحنا لو مش قادرين إن إحنا نرشد استهلاكنا كمواطنين، الدولة بقى تقدر إن هي تزود المعروض علشان خاطر تقلل، يبقى في توازن أو في بالانس ما بين المطلوب والمعروض، وبالتالي يتزن الأسعار وترجع لأسعارها الحقيقية. نعم. هل هناك عقوبات رادعة تجاه أي تاجر يقوم بمغالاة أسعاره أو احتكاره أو حتى يعني زيادة الأسعار فوق الحد المسموح به؟ أكيد يا فندم، في قوانين مشرعة وفي جهات معنية هي اللي بتقوم للتاجر المستغل. وبعد هنا لما نيجي أقول تاجر مستغل، أول حاجة في الاستغلال هي الاحتكار، ودي أبشع جريمة ممكن يقوم بيها التاجر في حق المواطن أو في حق المستهلك، وبالتالي بتقوم الدولة بإجراءات معينة عن طريق جهات معينة. يعني خليني مثلا أقول لحضرتك أرقام، يعني إحنا في عندنا ضبط 1273 قضية تموينية متنوعة بقى، منها من احتكار تاخدها من الأول، تخزين السلع علشان إن أنا أبيعها بسعر تاني أفضل، لغاية إني ببيع السعر بأقل، يعني ببيع السلعة بأعلى من سعرها، لغاية إن ملهاش أوراق ولا في مكتوب عليها المنشأ ولا ليها أوراق استيراد أو غيره. نعم. فإحنا بنتكلم كل دوت دي، يعني بنتكلم في الفترة الأخيرة دي 1273 قضية. طيب دي مين اللي بيقوم بده؟ مفتشين التموين بيقوموا، مباحث التموين بتقوم، عندنا في جهات مختصة زي حماية المستهلك، وممكن ان انا كمستهلك اتصل بالرقم، او لو مكسل يعني انا بكلم الناس بقول لهم اتصلوا، بيقولوا لي لا هو انا هدفع مكالمه على الهوت لاين، رغم ان هم خمس ارقام بتصل بيهم، ابعت واتساب. يعني في الدول العربيه كلها عاملين الخدمه دي، ان احنا نقدر نبعت ايميل او واتساب ونقول فيه انه يعني خلي بالك اصل الشكوى مش يعني ممكن تكون شكوى كيديه، يعني احنا اعتدنا ان احنا لما تتوفر عندنا خدمه ما بنستغلهاش الاستغلال الامثل، فهنا الدوله والجهات المختصه هتحقق الشكوى دي كيديه ولا لا. نعم. تمام. هلا لما المستهلك طول الوقت هو عارف شو حقوقه، يعني عارف انه في احتكار، في نقاط معينه لازم يوقف عندها ويشكي، بس بالمقابل كمان اكيد التاجر له حقوق، عارفين عن هاي الحقوق، وكمان ممكن تكون بالقانون زي ما انت قلتي، لانه اغلب الشكاوي او ممكن يكون في شكاوي كيديه. تمام يا فندم. سؤال حضرتك مهم جدا، لاني انا قبل ما اجي لحضرتك قلت اسال المستهلك واسال التجار اللي هم اصدقائنا، لان الدنيا دي كلها عباره عن ايه، عن مستهلك، حتى التاجر نفسه هو مستهلك. فلما جيت اسال مثلا حد من التجار انت بتزود اسعار السلع ليه، في اول يوم حصلت فيه ازمه عالميه، قال لي ما انا يعني بجيب منتج بدل المنتج اللي انا ببيعه، ونفترض ان انا عندي 100 قطعه، ال 100 قطعه دي لو بعتها بالسعر القديم انا عشان اجيب بدلهم 100 قطعه هجيب 80 بدل ال 100، فهنا انا ما عنديش هامش ربح تماما، بالعكس راس مالي تقلص في عمليه البيع بالسعر القديم، لاني انا بوفر سلع بدل السلعه دي، ده غير ان انا كمان مستهلك وبستهلك من السلعة التانية اللي انا ما ببعهاش، فبالتالي هي مشكلة برضو. واحنا عندنا سوق حر، وبنتكلم ان السوق الحر ده المفروض انه كل تاجر يحدد الاسعار، ولكن بهامش ربح معين فيما يخص الامن الغذائي، فيما يخص
اني انا محتاج انه ااكل الفقراء الموجودين. بس هامش الربح قديش بالضبط؟ غير محدد. يعني خليني اقول لك زي البنوك المركزيه بتحدد سعر فايده، بتحدد بتقول سعر فايده للايداع والاقراض. هل هي ملزمه لكل البنوك التجاريه الموجوده في البلد ان هي تحدد السعر؟ بتديهم هامش ربح المفروض ان هم يحددوا. فما ينفعش ان انا احدد الا ما بقاش في سوق حر قائم على العرض والطلب. مين اللي بيحدد السعر من اول سعر العمله نفسها في الاوطان كلها لغايه سعر السلعه؟ هو العرض والطلب، ولكن ما يبقاش باسعار مغالاه فيها. وبعدين كمان بنقول لما افتح المنافسه على المستوى الجمهوريه كلها، على مستوى المملكه كلها، بالتالي انا بزود، لما بزود المعروض فانا خلاص كده انا قتلت انه الطلب يبقى اعلى من العرض، فانا هنا ظبطت السعر. وده مهم جدا حتى العمله. يعني لو نلاحظ ان العمله دلوقتي ليها تسعيره يوميه. التسعيره اليوميه دي ايه؟ طلب وعرض. في فلوس داخله البلد، في فلوس خارجه من البلد، وبالتالي بتسعر العمله بتاعتي زي ما بتسعر السلع. خلينا برضو نتكلم، يعني المهم احنا واحنا بنتكلم على الناس، وزي ما قلنا الناس مع دخول شهر رمضان وارتفاع الاسعار في دولنا العربيه كلها نتيجه زي ما احنا شايفين اللي بيحصل في العالم، فاعتقد ان كل حد هيبقى مهتم. حضرتك قلتي ترشيد الاستهلاك، تاني حاجة أن يكون في وعي بقى من المواطن. هي يعني احنا لما كنا بنتكلم في أي حاجة بنقولك ثقافة، يعني ثقافة الاستهلاك. احنا شعب مستهلك، في حاجة اسمها حراك اجتماعي، مستهلكين بنسبة كبيرة جدا أولا في الغذاء، يعني ودي نسبته بتمثل من 40-50% في الوطن العربي كله. بيودي دخله فين؟ بيودي دخله في الأكل، وبعديها بقى بيجي الإيجار، وبعديها بتيجي المستلزمات الأخرى، المواصلات والنقل والتعليم، كل دي ثانويات، لكن رقم واحد هو الأكل. ما ينفعش أرشد في أكلي، لكن ينفع أرشد في أي حاجة تانية، في تعليم الولاد والكلام ده كله. فإحنا عايزين ننقل الثقافة دي، الحراك الاجتماعي ده مهم جدا. تمام، يعني احنا بس هي ممكن يبقى فيها ميزانيات. يعني انا اعتقد في دولنا العربيه اللي هي فكره احنا كلنا عندنا العزايم والبزخ والموائد، وجارتي عزمتني انا لازم ارد العزومه باكبر واجيب حاجات اكتر. تمام. فعلى كل ميزانيه بيت بيحمل على نفسه حاجه، وفي ناس ما تعرفش ان عندها حقوق. يعني مثلا ما يروح مكان ويلاقيه مغلي عن السعر زياده عن اللزوم، هو عنده حق ويقدر يرجع ليه. يعني كمان الدولة هتهتم قوي لأنه هي عاملة خدمات إن الناس ترجع لها. يعني ثقافة العزومات دي حلوة جدا. أنا يعني أنا معاها لأن فيها بركة، بس بتتم مثلا مرة واحدة للأسرة، للعيلة، للأقرباء، للأصدقاء، مرتين في الشهر، وكله حسب دخله. هنا بنقول برضو، بنرجع بنقول إنه في حركة اجتماعي، دي عزمتني سفرة شكلها إيه فيها إيه، ودي برضو ثقافة الاستهلاك إن أنا أبتدي أرشد. المهم أحط أكل شكله كويس جدا وأعزم الناس وأخد ثواب، لكن مش إني أرمي السفرة دي كلها. وازاي ان انا اقدر ادي من المتبقي دوت للي محتاج علشان اقدر افتح بيت تاني جنب العزومه اللي انا عملتها، واستفيد من العزومه دي في اكتر من حاجه. فدي ثقافه ترشيد الاستهلاك مهمه جدا. تاني نقطه اهم جدا من ترشيد الاستهلاك، اني انا ابتدي اشوف ايه اولوياتي. هل اولوياتي هو اكل بس؟ طب ما انا لو قللت من اكلي انا هقدر ان انا اترفه. فبالتالي ان انا لو حطيت بند الترفيه دوت وزودت منه شويه وقللت من اكلي وشربي، اعتقد ان انا هكون متزن نفسيا. اعتقد ان انا مش هاكل وهتخن في رمضان وشهر رمضان بقى اكل وعباده فقط، لا، هو عمل كمان. ولما يتبقى في مبلغ هقدر ان انا اخد ولادي في الاماكن كتيره، خصوصا في سياحه، وفي يعني احنا عايزين نزود السياحه الداخليه، والاماكن والمطاعم كلها موجوده، ونسبه الارتفاع اللي فيها مش بنفس نسبه الارتفاع في الاسعار اللي بتخدم رمضان. فهنا ان انا يعني بنتكلم بقى حراك اجتماعي، اخرج رفه عن نفسك، ما تاكلش وبس. دكتوره، هذا اللي تحدثين بيه، يمكن اكو صوره مغايره يجوز بالعراق باقي البلدان، لكن كل بلد بالطبقات الاجتماعية مختلفة بالدخل. أكو أصحاب الدخل العالي، أصحاب الدخل المعدوم، أصحاب الدخل المحدود اللي تكون هم العوائل الميسورة وسط حالها بالمعيشة. اليوم نتحدث عن ارتفاع الأسعار، أكو عوائل ما تقدر تشتري أصلاً بعض البضائع اللي موجودة من المواد الغذائية. هذه أكو شراها عند البعض في اشتراء كميات كبيرة ما محتاجها، لكن أكو البعض صعب عليه يشتري لقمة العيش. شلون ممكن الحكومة أو الدول اليوم بأن تدعم المنتج الوطني حتى يستطيع أصحاب الدخل المحدود بشراء هذه الأشياء والمواد الخاصة، خاصة الغذاء ما ممكن تمنع عن الإنسان، وإحنا مقبلين على شهر رمضان الفضيل، المفروض البيت تكون كل الأسعار مناسبة للناس، ويعني نسهل أمور الناس في هذا الوقت.
طيب هي تسعير السلع مش بإيدين، هو عرض وطلب، وبالتالي في ارتفاع عالمي، وبالتالي ارتفع في الدول العربية كلها. ولما كنا بنتناقش فتقريبا نفس أسعار المواد الغذائية موجودة، وتقريبا نفس الدول اللي معانا هنا عندهم نفس وزارة التموين والتجارة والصناعة، وبالتالي كلنا بنعمل على ان احنا نزود الانتاج، نزود حاجة اسمها بدائل الواردات، علشان خاطر انا دلوقتي بستورد، بالتالي بستورد التضخم، بستورد زيادة الأسعار الموجودة في السوق، بدل بستورد زيادة الأسعار يبقى أنا محتاج أنتج علشان أقدر أبدل الواردات دي اللي بتجيلي زي القمح وخلافه، زي العلف للدواجن، بالتالي بيعلي سعر الدواجن، بالتالي بيعلي سعر كرتونة البيض. فهنا أنا محتاج إن أنا يبقى عندي بدائل واردات. أول ما يبقى عندي بدائل الواردات دي أنا الأسعار عندي هتتزن. ده غير ان بقول في وزارة تموين، ومش كل الدول فيها وزارات تموين طبعاً. يعني بقول ان انا بهتم، يعني بقول ان انا بقدم دعم. تقريبا نسبة الدعم المقدم مثلا في مصر تقريبا 73%، بيشمل يعني سلع كتيرة، واعتقد في العراق وفي الاردن ويعني وفي كل الدول. نعم اكيد. يعني دكتورة، تحدث احمد عن القدرة الشرائية نوعا ما تختلف، وشافكي أيضا تحدثت عن هذا الموضوع بأنه من منطقة لمنطقة أحيانا يكون اختلاف بالأسعار، القدرة الشرائية للفرد تختلف من شخص لآخر، ولكن هناك سلع أساسية لا يجب أن يكون فيها اختلاف كبير، هي سلع صحيح. بحاجة إليها جميع الناس، ولكن أحيانا أيضا يكون هناك صعوبة لدى الدول في ضبط الأسعار نتيجة التضخم العالمي، نتيجة أمور خارجية أحيانا. ما هي المنتجات التي يصعب ضبط الأسعار فيها أحياناً؟ أعتقد أنها السلع الاستفزازية وليست السلع الأساسية، لأن السلع الأساسية في دول فيها وزارات تموين، الأربع دول اللي احنا موجودين فيها أو فلسطين والعراق والأردن مصر بنتكلم فيها ضبط أسعار. هنا في أمن غذائي، وبالتالي الأمن الغذائي مع أي أزمة موجودة في العالم، جائحة كورونا وخلافه وتوابعه، بالتالي احنا بنتكلم انه لازم يكون في آلية ضبط اسعار. امن غذائي، امن غذائي يعني اوفر زيت وقمح وسكر، كل الحاجات الاساسيه اللي بيحتاجها، دقيق، مكرونه، رز، الحاجات دي كلها مهمه جدا. وهنا مثلا بنتكلم ان مصر منع التصدير بعض السلع، قالت كمان الاستيراد لما اجي استورد سلع من بره ما احطش الكفر كله، ما احطش الغطاء المالي كله في استيراد السلعه دي عشان اقدر اوفر ده، واستثنت منتجات الاساسيه. فاحنا بنتكلم ان الرفاهيات فقط اللي من حق التاجر ان هو يزود في سعرها، اللي بتسمى لدى بعض الافراد سلع استفزازيه او في الاقتصاد مثل نعطي امثله مثلا عليها، اذا في أمثلة على منتجات ليست بحاجة الجميع، بتختلف أو ليس الجميع بحاجة إليها. يعني ممكن تكون السلع رفاهية بالنسبة لي، غير بالنسبة لحضرتك، غير بالنسبة للأستاذة شفتي، غير بالنسبة لكل واحد. فكل واحد حسب وظيفته وحسب المكان اللي هو عايش فيه، ف يعني صعب جدا إن احنا نعرفه، يعني نقول إن هو مثلا الذهب يعني لا هو يعني مخزن للقيمة. طيب يعني تختلف، تختلف لا يوجد معيار واحد. ان نعم. هو يعني اغلى حاجه موجوده، ولكن في الاخر انا بقدر استثمر في الذهب، الذهب اللي هو سعره اغلى حاجه، هو ما بقاش سلعه استفزازيه، ده احتياطي دول، ده كان التبادل ما بين الدول في التجاره لما كانت في تجاره. فبنتكلم انه لا ما اقدرش اقول احيانا يكون هناك قيود على الدول نفسها، يعني بمواضيع معينه او بجوانب معينه الدوله نفسها بتكون عليها قيود تجاه منتج معين، تجاه سياسات معينة، أو ممكن إنه هي بتستورده من الخارج، وهاي القيود بغض النظر كنا على يعني مستوى دول أو جماعات أو أفراد، هي فكرة دائرة. أنت بتكون مستهلك وبتكون تاجر، وكل ما رفعت قيمة السلعة اللي أنت عم بتاجر فيها، في تاجر آخر رح يرفع من قيمة السلعة تاعته، وهلما جرى ودائرة وبتلف علينا كلياتنا. مكملين بهالشهر الفضيل نتحدث عن فكرة السلع وارتفاع أسعارها، خليكم معنا مشاهدينا. مكملين معكم بعد الفاصل في هاي الحلقة اللي رح نستقبل فيها بعد ساعات قليلة أكيد شهر رمضان المبارك، ونتحدث إحنا وياك عن فكرة ارتفاع الأسعار دكتورة في شهر رمضان. ممكن في كتير مواسم بيكون فيها ارتفاع للأسعار، وفي أحيانا ارتفاع أسعار بيرتبط ببعض المنتجات يعني وفي موسمها الخاص. قديش بتشوفي هذا الموضوع على كل السنة، ولا برضه له مواسم معينة، وامتى أكثر موسم بيكون فيه ارتفاع؟
المواسم عندنا هي رمضان، هي العيد، والموسم ده سواء في رمضان او في العيد احنا بنتكلم العيد كحك، يعني احنا بنخرج من رمضان جعانين فبنعمل كحك معمول في رمضان. ايوه معمول. وفي رمضان بناكل وبنشرب، فبالتالي احنا بنتكلم ان احنا ايه بندور على الامن الغذائي تاني، بندور على الاكل بنسبه كبيره اللي بنقول بتتخطى ال 50%. متوسط الدخول في الدول العربيه اغلبها بنتكلم في حدود من 5 ل 6000 جنيه، بنتكلم للاسره اللي هي يعني اول الطبقه المتوسطه، وبالتالي بنتكلم ان الدخول قليله جدا. الحد الادنى مثلا الاجور بنتكلم في بالجنيه المصري 2700 جنيه، ده للفرد الواحد. للأسرة بنتكلم في المتوسط في حدود 6000 جنيه. فهيوفر احتياجاته ازاي في ظل غلاء الأسعار وفي ظل عدم ترشيد الانفاق؟ ودي كارثة عظمى. اني انا شايف انه في مشكلة وعمالة بتتفاقم، وانا ما بغيرش سلوكي تماما وسلوكي استهلاكي بالدرجة الاولى، بخرج من موسم بدخل على موسم. يعني دخلنا هو رمضان بنتكلم نفس الغذاء عندنا مشكلة، السلعة الاساسية بتسبب لنا مشكلة كبيرة جدا. نتكلم برضو في الاربع دول، في منافذ وفي سلع الاساسيه مدعومه بالكامل لطبقه اللي هي محتاجه ده، المحتاجه الدعم. عندنا مثلا في مصر في عندنا مبادرات اهلا رمضان، في عندنا شوادر تحيا مصر، في عندنا وطنيه، كلنا واحد. فبنتكلم ان دول موجودين يا اما بشكل ثابت يا اما بشكل متحرك على مستوى المحافظات، حتى في فلسطين واكيد في الدول العربيه كمان في كتير مبادرات خاصه في اوقات رمضان. انه احنا لما بزيد فكره الاستهلاك بشكل مخيف، يعني وكأنه احنا في رمضان رح ناكل زياده عن كل ما هي العادات والتقاليد واحده، فبصير في على القليله انه يعني الاكل الزياده. لانه اظن في احصائيه خرجت في سنه من سنين انه نسبه الاكل اللي بيروح للنفايات اكثر، يعني ممكن يطعم عائلات كثير. صحيح في وفي بالظبط. طيب ما خلينا نرجع نتكلم كمان زي ما ياسمين قالت، فعلا احنا كمان كدول عربيه عاداتنا وتقاليدنا متشابهه. احنا داخلين رمضان باذن الله، والاسبوع الاول من رمضان هو كمان هو الاسبوع اللي بيبقى فيه كتير عزايم وفي موائد الرحمن وفي كل حاجه تكيات. ازاي اقدر نساعد ندي كده يعني زي حاجه استرشاديه لشعوبنا في الاسبوع الاول؟ امشي باني ميزانيه؟ هل يمشي اسبوع باسبوع؟ هل يمشي 3 ايام ب3 ايام؟ هل يعمل ميزانيه شهر؟ يمشي ازاي؟ تمام. هو احنا بنقول الدول عملت ايه؟ الدول عملت مخزون استراتيجي. يعني ايه مخزون استراتيجي؟ يعني حطت السلع عندها، في سلع عندنا هتكفي 3 شهور، في سلع عندنا هتكفي لاخر السنه او كمان الربع الاول من السنه الجايه. فهنا ثقافه المواطن المستهلك مثلا بيفكر هي بتوفره لي كامن غذائي، احنا بقى بنقول ان احنا هنوفره، لانه لو قعدنا طول الشهر ما عملناش اي حاجه بس اكلنا موجود احنا شعارين بالامان. فهنا بيحاول يوفر قدر المستطاع ما يكفيه الشهر بالكامل، لانه يعني شهر صيام. فهنا احنا يعني حسب دخله، ما هو دخله ايه؟ لو بيقبض بالشهر طبعا يكون افضل عنده انه يحط فلوسه، بما اننا بنقول اساسيات، يحط فلوسه في اللحوم، في الدواجن، في المكرونات، في لا انا اقصد يعني يعمل ميزانيه مثلا، هو مرتبه قبض وخلاص وعنده 4 أسابيع رمضان، يعمل ميزانية مثلا يشتري الأسبوع الأول ولما يخلص يدخل على التاني، ولا يشتري حاجة الشهر؟ خطة صح. يعني خطته حتى الأصناف اللي ممكن أحيانا عندنا مشكلة بأنه بيكون في أكثر من صنف على نفس الطاولة وبنفس المائدة، فأحيانا يعني لازم يكون ممكن يخلص المرتب وعي. في الأسبوع الأولين أول 3 أيام. خليني أقول برضو يعني أول أسبوع ده أهم أسبوع، هو اللي بنفق عليه نسبة كبيرة جدا من استهلاك الشهر. ليه؟ لأن أنا ببقى داخل رمضان في فرحة معينة، رمضان في عزومات القرايب والأهل والأصدقاء، فبخلص كل حاجة في أول أسبوع، وبعد كده بنبتدي عادي بنتزن جدا خلاص وعدينا المرحلة دي، بنبتدي أكلنا يبقى بسيط، بنبتدي إن احنا بنشعر بالتخمة، بنبتدي إن احنا عايزين نعيش حياتنا العادية خلاص. يعني الشعور انه يعني اللي احنا بنعمله في رمضان ده خلاص بدا يهدى، بدانا ان احنا عايزين نعيش حياتنا. فاول اسبوع طبيعي جدا الناس مسرفه فيه، ولكن نسرف بدون افراط. يعني ايه؟ يعني انا كده كده بعمل وليمه، كده كده بعزم الاهل والاقرباء، المفروض ان انا اعزمهم، مش شرط احط لحوم ودواجن واسماك وحاجات ما تنفعش جدا ولا تليق بينا ان احنا
كعرب وكمسلمين يعني المفروض ان احنا بندعم الناس أصلاً. وبندعم الفقراء. فقراء ليه الصيام اتعمل؟ الصيام اتعمل عشان اشعر بالفقير، لكن لا ده انا بزود حاجة الفقير، فقير طول اليوم ما بياكلش، انا باجي باكل بشراهة فهنا بعد يعني هو يعمل ميزانية اول اسبوع وبعدين يقللها. المفروض هو اول اسبوع دوت لو في اسر كبيره، يعني بنتكلم طبعا مش يعني الزوج والزوجه اللي عندهم طفلين لسه في ابتدائي او لكن بنتكلم الاسره الكبيره، الجد والجده دايما متعودين يلموا اولادهم ويفرحوا بالشهر رمضان المعظم، وقد يكون انه ده هي العزومه الوحيده في الشهر كله ان الولاد ممكن يشوفوا يعني جدهم وجدتهم، بياكلوا عندهم افضل حاجات وبياخدوا اكلهم وهم مروحين، فدي فرصه ان هم هيوفروا اكل يوم كمان. نعدي الأسبوع دوت إحنا جبنا خلاص مخزون استراتيجي، اللي قادر يجيب الشهر كله جاب، واللي مش قادر يجيب الشهر كله جاب أسبوع، وبرضو بنقول حسب الدخل بتاعي بوفره إيه. مهمة قوي إن يكون عندي أكلي متوفر بأسعار كويسة جدا، ما بتديش هنا إن أنا أقول إنه لا أنا لازم أدخل الهايبر ده واشتري منه الأكل وما دورش على البدائل. في بدائل دلوقتي أونلاين، بنتكلم للأسر اللي هي الحديثة العمر، يعني تقدر تمسك الموبايل في ايديها وتقدر تختار الحاجات بتاعتها بأسعار رخيصة من أكتر من مكان وبتجيلها لغاية البيت عندها. فالثقافة دي بقى تبتدي تشتغل ازاي اني انا اجيب من كل مكان الحاجات اللي بيتميز بيها وأسعارها مخفضة علشان اقدر ان انا اعمل السفرة بتاعتي بشكل كويس جدا. التاجر اسمح لي اقول حاجة، التاجر بيعمل ايه؟ التاجر يبي يبيع لك بسعر اعلى يبي يخفض لك الكمية. تعامل انت بقى في الميزانيه دي انك تخفض الكميات اللي محطوطه، حط كل الانواع اللي نفسك فيها تمام بدون تبذير بدون كميات اقل، ولكن قلل الكميات الموجوده على السفره بالتالي هتقلل الهدر. خد بعضك وانزل حط بواقي السفره دي على الناس اللي يعني القاعده بتاكل في الشارع او موائد الرحمن، هتتعب ان انت نازل توزع عليهم بنفسك فهتقلل بذخك، فهتوفر لهم اللي هو الدعم النقدي مش الدعم العيني، لان الدعم العيني مش كل الناس هتحب الاكل اللي انا بحطه او فاهماه او فاهمه قيمته، لكن لما اديله فلوس، ودي اللي عملتها وزاره التموين نقلت لك الشنط هنا، هي كانت ازمه في رفع الاسعار، فبالتالي عملت كروت، الكروت دي 20 50 100، تروح تشتري الكروت وتوزعها على اللي انت عايز ان انت تدعمهم في شهر رمضان. اها دكتور، المساعدات الانسانيه ممكن على صعيد الاردن وفلسطين ومصر نشاهد موائد الرحمن اللي موجوده خاصه في شهر رمضان المبارك، مساعدات من اصحاب الاموال، ممكن موائد كبيره ينفقوها، لكن اليوم هذا مو حل لمشكله كبيره تعاني من عندها البلدان العربيه بصوره عامه. يعني ليش احنا نفكر فقط في وقت الازمه في شهر رمضان في الاعياد في المناسبات بالفقير وما ممكن نفكر به طوال السنه؟ هل نحن مقصرين بايجاد خطط خمسيه عشريه؟ من وقت النبي يوسف هو من حلم بحلم معين، هناك سبع سنوات عجاف وسبع سنوات بها انفاق، فحاولوا يلمون الموضوع بطريقه معينه وتخطيط مناسب. هل نحن اليوم مقصرين في قضيه التخطيط في خطوات الى المستقبل لايجاد حلول حتى نتخلص من غلاء الاسعار ونتخلص من جشع بعض اصحاب التجار والاموال اللي يحاولون يحتفظون ببعض المواد الغذائيه وتغلى على المواطن والفرد البسيط؟ الله على كلامك. اول حاجه يعني فعلا حضرتك قلت صح، هو الانذار المبكر ضد الازمات، وده مهم جدا ان انا ابقى عارف ان انا عندي ازمه وبالتالي ان انا ابتدي اتحوط من الازمه دي قبلها على مستوى الفرد وعلى مستوى تاجر التجزئة وعلى مستوى تاجر الجملة. وهنا لما بنقول برضو كان في عقوبات زي ما حضرتك أشرتي، العقوبات برضو بتبقى يعني من أول تاجر الجملة لغاية تاجر التجزئة بتختلف، ده عدد سنوات الحبس أعلى، ده الغرامة بتاعته أعلى وأقل. على مستوى الدولة بقى ككل، على مستوى بقى الوطن العربي، بما ان احنا بنتكلم كده واحنا الحمد لله بنمثل اربع دول، فمهم قوي ان احنا نقول ان التحول ده مهم جدا. ويعني مائدة الرحمن كانت كورونا كانت لغتها، لان دي فيها تجمعات ودي بتسبب انتشار الوباء، ولكن اعتقد ان هي هتكون مفتوحة دلوقتي مع صلاة التراويح في الجوامع والحاجات دي كله، هنحس بالشعائر الحمد لله الشهر رمضان المعظم. مهم قوي اني اتحوط، مهم قوي اني ازرع كل احتياجاتي عندي، مهم قوي ان السلع الوسيطه اللي انا بستوردها من بره وبستورد معاها التضخم اني ازرعها عندي، يكون في عندي اكتفاء ذاتي. عمليه التبادل ما بين الوطن العربي ان هي تتم بدون بوابات بدون جمارك بدون يعني، وده فعلا اللي احنا متوجهين اليه. فالحاجات دي كلها يعني زي ما انت قلت كده، سبع سنوات انعجاف وسبع سنوات انثمان، فالثمان دول ان شاء الله نشوفهم
ان شاء الله يا رب. بانتهاء 2023 زي ما متوقع انه اسعار النفط تبتدي تقل تاني وتوصل لاسعارها. اوبيك بلس هنا قالت انه اسعار النفط اللي موجوده اللي احنا بنشاهدها دي عقود مستقبليه، وبالتالي احنا بنثمن بالعقود المستقبليه وليس بالعقود الحاليه. فاحنا يعني بنحاول نعيش الازمه قبل وقتها، يعني قبل اندلاعها. يعني نحن نتحدث عن واقع الآن، ويمكن كورونا كانت من أقصى الدروس. السنوات الماضية أتت كورونا في فترة رمضان وفي شهر رمضان المبارك. تهافت الآن الناس على الأسواق غير منطقي نوعا ما، وخصوصا في الأسابيع التي تسبق دائما كل شهر رمضان. ولكن خلال كورونا لم يكن هناك تهافت، كنا في بيوتنا، كان هناك ما كان في عزايم بنفس الوقت، فقدرنا نتجاوز هذا الشهر في أقل تكاليف، ووجدنا أنه عاداتنا قدرنا نتجاوزها وما أثر علينا هذا الموضوع. هذا دليل على إنه أغلب الأشياء اللي بنصرفها إلها علاقة ب السلوكيات والعادات والنفسية. يعني بصير يحس الواحد إنه لا أنا ليش ما أجيب زي جاري، أو يصير في ضغط نفسي مظاهر، هي قضية كبيرة من المظاهر فعلا. وهذا يعني متشابه ومشترك بين كل الدول. ولكن جزء كبير من حلقتنا لليوم هو لتوعية المواطن والمستهلك، ودور الإعلام دائما من خلال البرامج الوعي عند المواطن. هناك بعض البرامج لحماية المستهلك وغيرها، الموضوع الرقابية. برأيك ما دور الإعلام بشكل حقيقي لزيادة الوعي عند كل مواطن وكل مستهلك، سواء كان برمضان أو غير رمضان؟ هو الإعلام هو أهم وعي يعني للعالم كله، مش هقول للدولة اللي احنا بنمثلها تلفزيون الدولة، لا للعالم كله، لان كل الناس بتشوف البرنامج بتاع حضرتك، الوطن العربي بيشوفه، العالم كله بيشوفه. فده اهم وعي احنا محتاجينه الاعلاميين دلوقتي. الاعلام لما يتكلم معاهم ويقول لهم انت لو رشت انفاقك على السلع الغذائية، يعني كل علشان احنا عايشين، مش يعني احنا عايشين عشان ناكل ولا بناكل عشان نعيش، انت عندك في حاجات تانية انت حارم نفسك منها، وهي اسعارها لسه ما زادتش ولسه ما فيهاش تضخم، حاول يعني تتوجه اليها، اللي هو زي ما بنقول رفه عن نفسك، اخرج اشتري ملابس، الملابس اسعارها في انخفاض ما هياش في ارتفاع زي الغذاء. فانت هنا مهم جدا ان انت تزود وعيك للادخار كمان، ان انا بدل ما انا يعني احنا كان في عندنا مثلا عشوائيات، ما بقتش عشوائيات، العشوائيات دي تحولت لمباني، ومباني فخمه جدا وفيها حدائق وفيها ملاعب. ليه انا مع يعني ما يبقاش عندي امل اني اعيش عيشه كريمة، افضل كريمه، فيها رؤيه حلوه، مش شايف حواليا يعني عشوائيات وزحمه ومدن مش يعني الطلاء بتاعها غير لائق. هذا اكيد الشيء احنا لمسناه عشان اكل يعني في مصر، يعني احنا هذا الموضوع لمسناه من اول زياره ولليوم. احنا كل يوم عم نشوف شيء جديد في مصر، في تطور، في احساس بانه حتى المواطن المصري العادي يعني عم بيستفيد من بلده، وعم بعطي لها، وعم بيزداد انتمائه. وهذا الحكي زي ما قلنا احنا من البداية، كل موضوع له علاقة في العادات والمظاهر. يعني بنرجع بنأكد انه فكرة الكورونا خلتنا واعيين على كثير من السلوكيات الخاطئة، بس احنا للأسف عم بقل كورونا وعم نرجع يعني عم نرجع على السيستم. السنة دي بسنه هو انا عايز اقول لحضرتك السيستم عم بعيد نفسه لما بنحكي عن هاي النقطة بالذات. كورونا مثلا ايه اللي حصل؟ المقلة اللي بتبيع التسالي حصل فيها طوابير، يعني احنا بنقول تباعد اجتماعي. احنا سلوكياتنا لما بتيجي ازمه نتعلم من سلوكياتنا ايه الغلط اللي ما ينفعش اعمله. انا هذا يعني للاسف انا هاي النقطه اللي كنت احكيها انا وياكي، انه وكانه ذاكرتنا القريبه مؤقته. أيوة. يعني بتمحي كل شيء اول باول، بننسى. على الرغم من انه الناس عاشت بشوي انتعاش اقتصادي في مرحله صحيح. الكورونا نتيجة بسبب بالضبط البيوت ما كانش في صرف، تكاليف قليله. طيب احنا يعني بالكلام اللي احنا كده كلنا بنقوله، كمان خلينا نرجع برضو انه السوشيال ميديا مؤثرة جدا. يعني السوشيال ميديا برضو في وقت لما بيبدأ فيه، يعني كان فيه مشكلة ايام السيارات واستيراد السيارات واللي بيدفعوا جزء كبير علشان ياخد العربية، علشان يعني جزء كده غير لا يعني ده لصالح التاجر، لا مستفيد بيه المستهلك ولا مستفيدة بيه الدولة، يعني التاجر بياخد فيه. طيب الهاشتاجات دي اللي هو ما تشتروش السيارات، ما تعملوش، يعني هل السوشيال ميديا هنا ممكن تكون مؤثرة جدا في مسألة غلاء الأسعار؟
على فكرة لو بنتكلم عن المجتمع العربي احنا 100 مليون مواطن، 100 مليون مواطن، يعني نقدر نأثر بشكل كبير جدا. لما اقول الاردن تقريبا في حدود 20 مليون، العراق 40 مليون، 10 مليون تقريبا، الاردن 10 مليون 200 حاجة زي كده، لكن احنا 100 مليون. فبالتالي السوشيال ميديا مؤثرة جدا جدا جدا، يعني نسب مستخدمين ما احنا تحولنا انا بشوف ان السوشيال ميديا مؤثره حتى لو كنا دوله مثلا سلبي وايجابي 5 6 مليون هي مؤثره. هي الاجماع طبعا، هي فكره الاجماع. ايوه بالظبط، وانك تقدر تجمع ناس على راي معين زي ما اتكلمنا في قضايا كتير جدا تم تناولها على السوشيال ميديا. وهنا حتى يعني الرئيس الجمهوريه اتكلم على السلعه اللي تغلى ما تشتريهاش، بتشتريها ليه؟ صح. انت اللي بتعلي سعرها. هي فكره التعامل بوعي، يعني بهدوء وفي وعي. مش الفكره انه الواحد يكثر من الشراء. طبعا اذا دكتور اللحوم غليت اتوجه للدواجن، الدواجن غليت اتوجه للاسماك. مش ضروري التزم بصنف واحد، مش ضروري التزم بصنف واحد لحد ما تستقر اسعارها. اذا دكتور اليوم تتحدثون عن مواقع التواصل الاجتماعي، هذا السلاح ذو حدين حقيقه. اليوم كنا نمشي وراء مواقع التواصل الاجتماعي واخذ الخبر كان حقيقي او غير حقيقي، وأكثر من مرة ردد بين نقول القنوات الرسمية للبلدان هي المصدر الحقيقي للمعلومة بأن أنت تأخذ ارتفاع السلع المعينة أو لا. اليوم أتحدث عن مؤتمرات عالمية، اليوم خلينا نجي على دور العالم. مؤتمرات عالمية عام 1996 المؤتمر الأول كان للحفاظ على الأمن الغذائي. هذه المؤتمرات نشاهدها حبر على ورق، لا دعمت الاقتصاد، لا حافظت بشكل كبير على المنتجات الوطنية، ما دعمت المواطن بشكل حقيقي. وين الخلل؟ نجتمع ونلتقي ولكن المخرجات لا تطبق. لابد ان الوطن العربي هنا هو اللي قادر ان هو يطبق. ما تجيليش اي مؤسسه دوليه حتى هي مش هتعرف انا محتاجه ايه. انا اللي هعرف من جوايا انا محتاجه ايه. احنا واحنا قاعدين مع بعض لقينا مشاكلنا واحده في جميع الدول العربيه، مع اختلاف سعر العمله، مع اختلاف الناتج المحلي الاجمالي، مع اختلاف معدلات البطاله، النمو بنتكلم في معدل النمو في الاردن تقريبا 1.8 1.8 تمام. فاحنا بنتكلم معدلات التضخم، وبالتالي زاد سعر الفايده، فبنتكلم طلب. كل مشاكلنا تقريبا قريبه من بعض، يبقى لازم نجتمع. اذا اهل مكه ادرى بشعابها، المفروض يعني ما نعتمد عليهم، ما نعتمدش عليهم بالفعل، ونبتدي ناخد قراراتنا مع بعض. نبتدي ان احنا كل دوله من الدول العربيه تقدر توفر المنتج ده. نتكلم رمضان ازمه ايه؟ ازمه تمور، ازمه يميش، كاننا مش هندخل شهر رمضان من غير ما ناكل مكسرات واسعارها بتغلى وبستوردها بنسب كبيره جدا وملايين الدولارات. ده مهم، احنا مش بنقول احنا مش هنحرم شعوبنا، ولكن الدول كلها علشان تنمو محتاجة ان هي تصنع وتنتج وتزرع. صح. بدل ما نجرف الاراضي الزراعية. صح. علشان نقدر نعتمد على نفسنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، مش اكتفاء ذاتي كدولة، اكتفاء ذاتي كوطن عربي. صح. علشان لو احنا وطن عربي واحد بيسند الثاني. ايوه بالظبط. من خلال كل الدول. صحيح، ولكن كمان احنا شوي بنكون واقعيين عشان ما نكون ضد التاجر احيانا، لانه احنا دائما مشاعرنا مع المستهلك، ولكن حتى التاجر في قيود احيانا عليه بشكل او باخر. كيف ممكن يكون في هناك توازن بالرضا عند المستهلك وعند التاجر ايضا، ونتجاوز كل الازمات اللي عم بتكون؟ تحدث احمد عن الامن الغذائي وهو موضوع اساسي. صح. موضوع الزراعه، انه ازرع ارضك عشان انت تقدر ما تحتاج، حتى دولتك ما تحتاج ايضا. احنا بنقول انه التاجر لو احتكر انا باخده وبسجنه، لو كان تاجر جمله خمس سنين، من سنه لخمس سنين بغرمه 2 مليون جنيه بحد الاقصى، او السلعه اللي احتكرها، ما قيمه السلعه اللي احتكرها ايهما اعلى، وبعدين ببتدي بنزل يعني اقل منه التاجر التجزئه وخلافه. فانا هنا يعني باخد حقي من التاجر الجشع، التاجر فقط. المستغل. نعم. تمام، المستغل. لكن انا دلوقتي لازم اوعي المستهلك انه في هامش ربح هو محتاج يحقق. شكرا. هامش الربح ده، لان هو في الاخر مستهلك. ما هو التاجر بيقول لك انا مستهلك، فانت يعني انا ببيع سلعه واحده وليكن غذاء، لكن انا بحتاج سلع تانية زي مواد بناء اللي هي برضو على صعيد الاخر غليت. انا محتاج اشتري عقار، وبالتالي اكيد سعره هيزيد لان سعر مواد البناء زادت. فبالتالي احنا هنا لازم نوعي ان المستهلك والمنتج هو نسيج واحد، والمنتج ده في الاخر هو اللي بيحقق لي الناتج المحلي الاجمالي بتاع الدوله. في اجمالهم في كل المنتجين اللي في الدوله بيحققوا لي الناتج ده، بيحققوا لي معدلات النمو دي. فما ينفعش ان انا برضو اخلي المنتج يبيع بضاعه بمليون جنيه تمام ويشتري بضاعه تانية بالمليون جنيه دي اقل بنسبه 75% منها. ليه؟ لان بنقول ان الزياده الفعليه
من 10% لغايه 25%. نتكلم عن الشوادر اللي معموله اللي هي تبع الدول تبع الدولة مثلا سواء مصر أو فلسطين أو العراق، بنتكلم بالذات في مصر 65% بتوصل خصم 65%. خصم 65% من إيه؟ من سعرها بعد الزيادة. تمام، إحنا بنتكلم إن الأسعار زادت من 10% ل 25%، وبعض السلع غير متوفرة في الهايبر الكبير، لكن متوفرة فين؟ متوفرة في يعني المنافذ اللي احنا قلنا عليها على مستوى المحافظات كلها، بقدر ان انا اشتريها باسعار مدعمة. طيب هنا الدولة بتتحمل جزء، بتتحمل جزء ازاي؟ بتتحمل جزء عن طريق حاجة اسمها الاقتصاد التشاركي، هي الدولة مش هتقدر تشيل العبء لوحدها. هنا التاجر الكبير بقى اللي هو رجل الاعمال هو بيتحمل وبيتكفل مع الدولة، هو ده الاقتصاد التشاركي. منظمات المجتمع المدني هي كمان بتتشارك مع الدولة، فهنا بنتكلم على نمو احتوائي، قدرت ان انا احتوي الوطن بتاعي. وديش لا يعني هذا الموضوع جميل لو بنطبقه كمان بين بلداننا العربية طبعاً. يعني انا بتذكر زمان كنا نحكي او اجت فترة حكينا عن هذا الموضوع شافكي اذا بتذكري في بداية الحلقات، موضوع المقايضة والعونة. يعني زمان كانت الناس تشتري انا سلعة اكون انا مالكتها، انت عندك السلعه انا بدي اياها، فاحنا نقايض بعض. أيوة. ما كان في عمله بهذا الشكل ولا ما كان في مغالاه. أيوة. ما كان انا عندي حاجه من الاكل، انت مزارعه، انت مثلا بتدرزي او بتخيطي الملابس، انا باخذ شيء من عندك. قديش هاي الحاله يعني كانت جميله لو ممكن نطبقها اليوم بشكل اوسع واجمل وما يتناسب مع عصرنا. يعني حاليا احنا ما نمتلكش القدرة دي ان احنا نتبادل، هنا في نفط، هنا في قمح، خد القمح واديني نفط. لو ممكن فقط بالوطن العربي، هي ممكن تبقى تعاقدات داخلية ما بين رؤساء الدول العربية، وده اللي بدأ يحصل. احنا شايفين ان احنا الاحداث الجارية علمت الوطن العربي ان هو يبتدي ياخد قرارات مجتمعة. اكيد هتيجي دول تانية هتحاول تفرق ما بين الرؤساء دي ما بين الدول دي، لكن هنا بنتكلم انه في الاخر الوطن العربي اغلبه بيبقى على كلمة واحدة في اي ازمة، بيبقى على رأي واحد في اي ازمة، ودي بداية ان احنا يعني نقدر ان احنا نحدد احنا هنتصرف ازاي، سواء على المقايدة او غير المقايدة. وطبعا ده احنا شفناه في العملات، يعني احنا لما بنبقى محددين بعملة معينة بنحول عملة وطننا للعملة دي وبنربط بيها شراءنا من الخارج، لو حصلت اي مشكلة انا لو عندي اي جنيه بره مقوم بالدولار مثلا انا ممكن ما اقدرش اخده، اتمنع من نظام سوافت وخلافه وخلافه، وبالتالي انا عملتي يعني واغلب الاحتياطي بتاع الدول بالدولار مثلا بيبقى بنسبته 70% وبعديها العملات الاخرى وبعديها الذهب. فهنا بنتكلم انه يا ريت نوصل للحلم الجميل اللي حضرتك بتحلمي بيه. طيب يعني قبل يعني عشان قبل الختام يعني هذه الحلقه المهمه في بيت للكل، ويعني كمان هناك اقتصاد موازي بمعنى ايه؟ وده اكيد موجود في كل دولنا العربيه، هي فكره دلوقتي الناس اللي بتشتري اونلاين. صحيح. يعني انت طول الوقت بتلاقي دلوقتي في شركات صغيره او افراد او بيقدموا سلع وبيبيعوها اونلاين وانت بتقدري تحصلي عليها، مصانع كده صغيره بتعمل منتجات مش بالكواليتي ولا المواصفات ولا الحاجات اللي الدوله بتحط لها معايير. الاقتصاد الموازي ده ازاي الدولة بقى بتتعامل معاه؟ لان هو كمان موجود وبيؤثر احيانا، هو بيقرا السوق عامل ازاي فينزل شوية وينزل كمان بالنوعية، ازاي المستهلك بقى يتعامل مع النوع ده؟ هو الاقتصاد الموازي كان سبب في نمو بعض الدول، لاني انا ابتدي ثقافة ان انا من مستهلك لمنتج، ده في حد ذاتها خطوة ايجابية. ولو كان ده حاجة احنا عايزين يعني نقضي عليها تماما كنا قضينا عليها، لكن القانون اللي بينص فيه على احتواء الاقتصاد الموازي او اقتصاد الظل ده موجود ليه؟ لانه انا ده هيزود لي الناتج المحلي الاجمالي، فانا بالتالي بحط قوانين مشرعه ازاي اكتذبه مش ازاي اقتلعه. أيوة. فهنا دي انظمه يعني لانه هو عامل زي المشروعات الصغيره، هو مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر، وقد تكون منها بعضها متوسطه. هنا مشكلتها بالنسبه للمستهلك ايه؟ انه انا قد تكون الجوده عندي سيئه جدا، المواصفات عندي سيئه جدا وقد تكون عاليه، ولكن هو التاجر ده متهرب ما بيدفعش للدوله التزاماته. ولازم يدفع دولة التزاماته. هنا وزارة التخطيط دكتورة هالة قالت ايه؟ قالت انه نسبهم وصلت ل 25%.
يعني هنا تقلص حجم الاقتصاد الموازي في مصر مثلا بنسبة كبيرة جدا. طبعا عدى علينا جائحة كورونا فهي قلصت الاستثمار اللي هو الحقيقي واخدت معها الاقتصاد الموازي، ودي كانت فرصة ان احنا نقلل الاقتصاد الموازي والعمالة الموازية اللي موجودة في اقتصاد حقيقي ولكن بدون اوراق بدون تأمينات. فبالتالي ان احنا هنحاول نقنن ده، وحطينا لهم منهم اللي بيتكسب، حطينا لهم شرايح اللي بيتكسب تحت ال 250,000 مليون وكذا، فوصلنا يعني ل 1% بنتكلم معاهم. لكن المبيعات على الانترنت دي قصة تانية خالص، وفي نفس الوقت برضو لو أنا فرد وبقوم باسمي أنا هدفع للدولة 10% مقابل أني هقدم الضرائب بتاعتي ومقابل أني هيبقى ليا سجل تجاري، يعني أقدر أتعامل مع فكرة الضم دي الاقتصاد الموازي أو السوشيال ميديا الموجودين الانترنت والمواقع اللي بتشتغل جوه البلد وبتتربح وما بتدفعش اللي عليها للدولة. إيه هو بيتحط له كيان، هو بيقدر يدخل في الشمول المالي، بيقدر ياخد قروض، هو بيستفيد من كل معايير الدولة ولكن ما بيدفعش اللي عليه. هو ما بيستفيدش هو ما بيستفيدش لان فلوسه تحت البلاطة، فلوسه ما احنا بنقول مصانع بيه. لا قصدي بيستفيد من الخدمات بتاعت الدولة. طبعا بيستفيد من الخدمات كمستهلك، لكن هنا كمنتج هو ما بياخدش اقراض، ما بياخدش فلوس من الدولة بسعر مخفض، رغم ان في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة طبعا، والبنوك بتقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقدم ده، فهو ما بيستفيدش من كل يعني المحفزات اللي الدولة حطها. لكن وقت ان هو بقى انضم للاقتصاد الحقيقي سواء كان مبيعات على الانترنت او كان اقتصاد موازي مصانع بير السلم وخلافه، هو استفاد انه عنده سجل تجاري، بيعرف يتعامل مع بنوك، بيعرف يتعامل مع اشخاص طبعا. يعرف يتعامل مع شركات، لو حابب ان هو يمضي عقود مع شركات بيقول له لا انا مش هتعامل معاك بصفتك كفرد، ازاي هتعامل معاك، لكن صحيح. دلوقتي هو عنده ما يثبت ان هو دكتورة، إذن الحديث مشترك بين كل بلدان العربية، هذا وجه التشابه بين الفرد المستهلك والتاجر نفسه والمستورد والمصنع، وكل هذه الأمور هي مشكلات تعاني من عندها الأردن وفلسطين والعراق ومصر، هي هموم واحدة بالنسبة للفرد والمواطن العراقي العربي بصورة عامة. خلينا في نهاية هذا اللقاء، شنو النصائح المهمة اللي نوجهها خلال شهر رمضان المبارك لكل عائلة عربية تتابع برنامج بيت للكل، تكون مسج وملخص هذا الحديث؟ عيش في حالة مرفهة أكتر، ما تعيش عيش كمستهلك ولكن مستهلك رشيد. طبعا احنا ما بنقدرش نوصل للرشادة، ولكن استمتع بالحياة. الحياة مش موجودة عشان ناكل ونشرب، الحياة موجودة عشان نقابل أصحابنا وحبايبنا ونخرج ونعيش في مكان نظيف وحلو في مساحات زراعية كويسة مش في عشوائيات، والمهم الأكل والشرب. دي الثقافة اللي لازم نغيرها للمواطن العربي بصفة عامة، اللي بيصرف أغلب يعني دخله على المواد الغذائية. اتمتع بالدنيا، لأن مهما عدى الموسم، موسم العيد ملابس للأولاد تبتدي تعلى أسعار الملابس، طب ما أنا اشتريها في out of season يعني اشتريها بره الموسم، هقدر اشتري الحاجة اللي أنا عايزها من الملابس للموسم ده. نفس القصة رمضان، اشتريها برضو بره السيزون علشان تقدر ان انت توفر ده بسعر. ازاي تبقى يعني شبه رشيد، ازاي تفكر انك تمتع نفسك بدل ما انت دافن نفسك في يعني صحيح. الغذاء صح. هيسوي دايت بدون اكل ويبتعد عن صحيح. هرمون السعاده اللي بعض الناس يقول ان هرمون السعاده يجي بس بالاكل، بس بالاكل ده الراجل بس الطريق لإله. المهم فاضل يعني ساعات بسيطه، هتفطروا ايه في اول يوم رمضان؟ يعني حاجات كتير حلوه، يا اخضر يا ابيض ما بعرف. هي في عاده في كل دوله، اذا مثلا عاده المنسف عندنا في اول يوم او ششبرك عاده فكره انه يا اخضر يا ابيض، انه يا اشي مع لبن يا اشي من الاخضر عشان نبلش رمضان بخير. بس حلو اخضر مع ابيض. يمكن اغير رايي، يمكن اغير رايي وتكون اول وجبه اول وجبه كشري مثلا. انت شنو عندكم شافتي حراره الوجبه الاساسيه؟ بصوا بقى ده حاجات كتير قوي. لا وجبه اساسيه وخشب وزبيب وكنافه وقطايف وحاجه جانبيه، محشي وحمام وبط وفراخ ولحمه، وبنقول للناس رشيد هذا كل الكلام ضد الاستهلاك، لان احنا اكثر مستهلك. الناس يعني اهم شيء ما تسمعوش اخر لنا في كده. نعم يعني احنا كنا سعيدين جدا. دكتوره ما عرفناش هتفطر ايه اليوم. دكتوره ايش او فطورك بكره؟ كل هذا يعني محرومه منه ورق عنب مثلا؟ انا قلت لك في محاشي كانت صعبه، هي هتكون عزيمه يعني نوعا ما. انا هتعزم عندكم عشان يا ريت. اهلا فينا والله، كل اهلا وسهلا.
يعني احنا سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم، ان شاء الله نكون فدنا كل المستهلكين، واحنا جزء من المجتمع اللي عم يستهلك ايضا سواء بمصر سواء بالعراق سواء بفلسطين. فيعني حلقه هيك رمضانيه نوعا ما، فيها نوع من الريحة الرمضانية خلينا نحكي، ولكن إن شاء الله إنه يكون في وعي ومسؤولية سواء كان من التاجر من المستهلك، وأيضا الدولة تكون على وعي في مراقبة كل هذه الأمور. شكرا على وجودك معنا لليوم، ويعني إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم من بيت للكل. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة رمضان، وينعاد عليكم دائما بالصحة والعافية يا رب.